تشرف عليه بعودهم بس لحتى فيق اهلي. ايه فيقهم فيقهم. لو كلهم يطلعوا لبرا يشوفوا بدي اتعرف عليهم وش لوش. قول لهم في ضيفة تقيل جايين باخر هالليل حابب يشوفكم. شبك واقف مالت الحباب؟ علم بس. بك لا بس بسم الله. فوت فيقهم. ما بيكفي بدي اقعدهم معي. يلا. ماشي. جاي تنام عندي ولا جاي توسخ بيتي؟ وسخ بيتك؟ ايه توسخه. شاهد الله انك انت بتقدر توسخه. بس قبل ما توسخه بدك تقتلني لاني انا ما فيني اقتلك. شو المسرحية الحزينية اللي عم تعمل لي اياها؟ فكر حالك بدك تخوفني بهالكلمتين ولا؟ لا ما بقدر خوف بسيدي لحتى خوفك. بس بدي اقرب على اهلي بدو يقتلني يا بل. طول بالك. شو صار لك؟ كل هالجحشنة بس لأنه قلنا لك في يوم نزلت بطيخة بإيدك. فيقون يعني تزلني وانا جئت لك مشان تحميني وتوقف معي ومشان تقلي فيقها لك بنص الليل. قسما بالله العظيم لو وافقت على طلبي وفتت فيقتهم لكن اتبزقت بنص خلقتك ولكن اتسقطت من عيني على الصرماية لتحت. بس برافو عليك طلعت ما بتخون طلعت رجال. شوين عم تجربني؟ ايه بدي جربك. ليش لحتى ما جربك؟ انا جاي نام ببيت غريب ما بعرف مين اصحابه. بدي غمض عيوني وما رح شوف. يعني البيت بده يصير عيوني. بدي اعرف عن مين نايم. بدي اعرف بيخون ولا ما بيخون. بس برافو عليك عجبتني. جابر هلين امي هلين. الله يسعدنا صباحك ومساكي يا حجي. بدك ما تواخذيني انا ضيفة تقيل بعرف حالي منيح بس بيت الكرم والجود مفتوح على طول. اهلا وسهلا فيك بتنورنا. الله يخليكي. انا رفيقه لجابر من زمان كتير صار لي زمان مالي شايفه. اليوم بالصدفه شفته قلت له وينها؟ مالي حسنان استنى للصبح. هلا بدك تاخذني تعرفني على البيت وتشربني فنجان قهوه. اهلي البيت بيتك. الله يخلينا لك يا حجي. لا تواخذينا يمكن فياتك بصوتي. عاكر صوتي مثل الجاروشي بعرفه منيح بفيق الموتى. لا والله فقت لحالي. ايه كتير منيح هيك ضميري ما عاد يعذبني هلا. شو امي ساوي قهوة ولا شاي؟ لا لا انا بساوي انا وابوي. لا تاكلي همنا حجي تتكلي على الله فوتي نامي. نحن بنساوي اللي بدنا اياه. بنساوي قهوة بنساوي شاي بنساوي متة. انا حاسس اني ببيتي. لكن تصبحوا على خير. تصبح على خير امي. شوف نومتي هون بالبيت ما انا مناسبه. بدنا تضايق الناس. فوت انتعلق طراحتين ومخدتين وشويه شراشيف. خلينا نروح ننام بالبيت الفاضي. يلا ماشي. يا معلم معلم
أهلين يا معلم. والله قلقتني عليك. فقت بكير، صار لي زمان ما فقت بكير. رحت اتفقدت الحارة وجبت فول. بس ما قلت لي خطر عليه؟ خطر على الجحش اللي ما عنده عيون يشوف. اللي عنده عيون مفتحة ما في عليه خطر. بعدين لا تفكر أنا بس هربان من الشرطة والأمن، هنن كمان هربانين مني وبدون الصرفة. إذا قالك الضرب على القوي اللي بيصمد للأخير وما بيبين خوفه. معك حق والله يا مالي. وبالآخر بس تصير مثلي تملك سلاح بيخوف بلد. شفتهم بالسيارة. مو عن هدول عم بحكي. لكن عن شو مالي؟ اسمك بيصير سلاح. بيصيروا لما بيسمعوا باسمك يهربوا منه سفر سنة، لأنه نابك غارز بالأرض 100 شبر. عندك معالي؟ لا والله يا معلي. خبز من شو بيشكي؟ تعال خليني فطرك. عليم الله من بعد ما حكيت لي أصلك مبارح ما جاني نوم بالليل من زعلي عليك. شرف علي. رفيت الأكل. الله يسلم إيديك يا معلم. تعبا شلون راح عم بالي دق لها؟ امبارح دقت لي شي 50 مرة بعد ما تركتها بالمطعم لحالها بسبب ابن الكلب. الو. اهلين رندا، شلونك؟ احط ابصفني زي العود ورا. اطلعي ست الحسن. قلبي مو مطمن، حاسه كانه هالشغله لها علاقه بخناقتك مع نائب المحافظ. وكلي الله يا حرمه، وكلي الله. قولك انا بدون شيء قلبي مقطوع. بعدين انا كم مره قلت لك لا تدخلي بشغل الرجال؟ تفضلي عادي محلي، ركبي شوارب، واذا بدك انزلي عبي مي للعالم كمان وقفيهم برتين بترتاحي اكثر. انا شو حكيتك لحتى تهب علي هيك؟ لا وناس كمان تحكي. ولك 30 سنة وأنا ساكن، شو هي الأرقة جديدة طالعيني فيها بدكم تحكوا؟ لك وقضيت كل عمري وأنا ساكن وشوفيني ما أحلاني. يا أبو حسام دخيلك، البيت رح يروح من إيدنا، لازم نلاقي حل. معك حق، إذا راح البيت مصيبة. أنت برأيك إنه معقول سبب المشكلة علقتي مع نائب المحافظ؟ والله أنا هيك عم بقول. أوه علي، لو رجعت لي هيك عم بقول. لك أنت حاجة تقولي انت اسمعي وبس، خلصت. طيب شو رايك تروح لعنده على المكتب وتعتذر منه حتى لو ما له علاقه بالموضوع، خليه تبين انك رحت انت لحالك مشان ما يزعل. انا هيك رح اسوي. يعني انه جبت شيء جديد؟ يعني اخترعت الذره؟ فكرك ما خطر على بالي؟ خطر على بالي هذا الشيء بدون ما تتفصحني. بعرف تقبرني انت كنت رح تعمل هيك، بس يعني قلت لحالي بجوز تكون نسيان. شو ما قلت لها بتقلي